بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع النهاردة إن شاء الله تاني محاضرة، نكمل مجموعة محاضرات التصميم الكامل. النهاردة هيبقى عندنا كذا موضوع، أكتر مواضيع فيهم لبس يعني والألوان والخطوط، ودول دايما هما اللي بيعتمد عليهم أي موضوع للموشن جرافيك ديزاين. إن أنت في أوقات كتيرة بنحط ألوان مش راكبة على بعض، أو خطوط مش راكبة على بعض. يمكن الفترة اللي فاتت أو المحاضرة اللي فاتت برضو اتكلمنا عن شوية عن الخطوط، المرة دي هنتكلم عليها بالتفصيل، ويبقى دي آخر محاضرة للتصميم الكامل. المبادئ اللي احنا نقول عليها ديت طبعا المفروض نتكلم عليها باستفاضة أكتر من كده، بس احنا نحاول نلم الأساسيات المهمة اللي تساعدنا في مشاريعنا بعد كده، بحيث إن الموضوع ينعكس على مشاريعك. فاحنا هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن color theory أو نظرية الألوان، وهنتكلم عن الخطوط. فانا بس اضطريت نظرا لدي الوقت ان انا اضطريت اعمل المحاضرات ديت على شكل فوتوشوب لاير زي ما انتم شايفين هنا. فطبعا هم هيطلعوا، احاول اعمل لهم اكسبورت على شكل باوربوينت عشان الناس اللي ما تعرفش تتعامل مع الفوتوشوب. ونسبيا معظم شغلنا في المحاضرة ديت هيبقى جوه برنامج الفوتوشوب. فاللي هيتطبق هنا على الفوتوشوب هو الطبيعي هو اللي هيتطبق على عن اسمه ده على الافتر افكت. الموضوع مش مختلف جدا يعني، بس فكرة فوتوشوب بيدينا مساحة اكبر لانه برنامج ديزاين وكده، فبيدينا مساحة اكبر نتعامل فيها مع الالوان والخطوط. بداية هنتكلم عن حاجات مهمة جدا. هنتكلم في الالوان، هنتكلم عن حاجة نسميها color mode، وهنتكلم عن color cycle، وهنتكلم عن best selection. ايه color mode؟ اللي هو ازاي بنقسم اللون بتاعنا من حيث ال hue والsaturation والbrightness، ازاي توصل للون اللي انت عايزه بالظبط، وازاي تحفظه، وازاي تستخدمه بعد كده في الديزاين. هنتكلم بعد كده ايه افضل الوان تقدر تستخدمها according to او تبعا لدايرة الالوان المتعارف عليها. طبعا كل الناس اللي في فنون جميل في فنون جميلة خريجين فنون جميلة يعرفوا يعني ايه دايرة ألوان، وليها منتجات كتيرة. طبعا تقدر تشتري دايرة ألوان حقيقية يعني بالفعل تستخدمها، ان انت تستخدمها تحط السامبلر بتاعها او تحط المؤشر بتاعها على اللون وتعرف الألوان المقابلة ليه والافضل ايه للديزاينر. وتاني حاجة اللي هو اللي انا كنت بقول عليه دلوقتي بتكلم عليه، اللي هو البيست سيلكشن، ازاي تختار لون واللون دوت ايه الالوان اللي تقابله تنفع تخلي الديزاين بتاعك احسن ديزاين. فلو جينا اتكلمنا عن color analysis هنلاقي ان عندنا اللون بتاعنا بيتقسم لثلاث درجات معروفين جدا، اللي هو الدرجه اللي بنسميها هيو، ودرجه بنسميها الساتوريشن، ودرجه بنسميها البرايتنس. اوقف بس هنا عشان الصلاه، وان شاء الله ارجع لكم بعد الصلاه. اوكي رجعنا تاني، نرجع نتكلم عن الثلاث حاجات اللي قلناهم، وقلنا كلر مود وكلر سيركل والبيست سيلكشن. والكلر مود دوت اللي هو دايما بيتقسم عندنا الثلاث حاجات اللي هما الهيو والساتوريشن والبرايتنس. جميل. طبعا دول ثلاث مصطلحات اساسيين جدا، يمكن يعني مش هنخش في تفاصيلهم قوي نظرا ان هو الموضوع مش احنا مش متخصصين جدا في الالوان. بس التلاتة دول بتلاقيهم فين؟ بتلاقيهم في شكل الباراجراف ده، يمكن الصورة شوية صغيرة، اللي هو أي color picker، أي حاجة بتختار منها ألوان بيبقى فيها hue saturation و brightness والتلاتة RGB. طيب يعني هنا في الفوتوشوب، لا مجرد ما تدوس هنا على الفورجراوند ده تختار منها لونين، الفورجراوند والباكجراوند، هتدوس عليها هيطلع لك اهوت hue saturation و brightness وال RGB التلاتة. وطبعا هنا ده الرقم اللي انت لو عندك حافظ لون معين او رقم معين للون معين تقدر تجيبه بالارقام دي. جميل جميل. ايه هو الهيو؟ الهيو دوت اللي هو بنتحكم بيه في السلايدر دوت اللي في الجنب، وهو نفس الموجود برضو في الافتر افكت. الهيو دوت وهي درجات اللون، بمعنى مش درجات اللون يعني الاحمر والافتح منه، لا لا لا، بينما هو بيحدد اللون الاساسي، الهيو اللون الاساسي اللي انت شغال عليه. بمعنى ان احنا شغالين هنا على كل الكلر الموجوده اللي هنا دي تخص الاحمر، بدايه من فوق، من الاحمر المشبع بالكامل او 255 احمر بيور ما فيهوش اي اخضر ولا ازرق، لحد تحت
اللون الاسود اللي هو اغمق درجه من، وفي النص بقى درجاته، يا اما بنزود قيمه الازرق او قيمه الاخضر تبعا للي بيحصل ده. وفي حاجه تلاحظها، ان طول ما انت ماشي هنا قيمه الهيو ما تغيرش، لان قيمه الهيو هنا مثبته على على الاحمر، واللي هو الهيو بتاعه صفر، والهيو دي هي اللي معانا. فلو كل ما بننزل هنا، يعني الذهب هو اعلى نسبه هيو، يعني انا لو جينا مثلا شفنا اللون الذهبي هو اعلى نسبه هيو، فنلاقي اعلى قيمه اللي هي 95. فمنها يجي هنا كده هتلاقي، هتلاحظ ان 95 ثابته، والدرجات اللي قلنا عليهم قبل كده جرين وبلو هم القيمهم بتختلف. جميل جميل. طيب انت كونك اخترت لون واحد مثلا زي مثلا الاصفر دوت او الاخضر او البرتقاني وهكذا، مثلا هختار لون ازرق، ادي الازرق اهو دوت كده. احنا اتعرفنا على الهيو، اللي هو انت بتختار اللون الاساسي اللي هتحدده وبعد كده تبتدي تعدل فيه. يجي لك هنا الساتوريشن، لو دوست على الساتوريشن هنا بيطلع لك مقدار التشبع. لو انت عايز تختار اللون بالنسبه للساتوريشن، هتحول ان دوت للساتوريشن. طبعا هنا بالبيكر اللي في الجنب ده انت بتختار ايه، انت هنا كده مختار الهيو الازرق، هختار الساتوريشن، تسحب دوت هيبتدي مدى تشبع اللون. لاحظ كده عندي، يا اما توصل لحد الابيض خالص، يا اما في اخر السلسله اللون 100% مشبع. طبعا مفيش حاجه مشبعه تبقى سودة يعني. فبدايه من هنا تقدر تختار، والساتوريشن معناه تشبع، عايزه افتح افتح. كل ما بننزل بسلايدر لتحت كل ما بنوصل لحد تشبع اكتر. بيجي لك اخر حاجه البرايتنس. البرايتنس هو بالظبط كده زي نقدر نقول عليه ان احنا بنضيف اللون الابيض واللون الاسود. يعني انت هنا كده عندك كل ما بتنزل لتحت كل ما بضيف بغمق اللون لحد ما اقول ان البرايتنس زيرو. طبعا تحت الصفر وفوق 100%. برايتنس زيرو يعني مفيش اي بيكسلز بيضاء، اللي هو مفيش اي اضاءه او برايتنس او لمعان او مش عارف اسمها ايه، اضاءه اظن حاجه كده اللي هو وضوح ولا حاجه. المهم يعني طول ما انت طالع كل ما تزود قيمه البرايتنس. طيب الحاجه دي بنستخدمها في، هو حقيقه احنا بنستخدمها اكتر في، مش عشان نختارهم ونلعب فيهم وكده طبعا، لان انت تقدر تختار هيو من هنا نفس الحكايه، تختار لما تروح ناحيه اليمين فانت بتزود قيمه الساتوريشن، بتقلل قيمه الساتوريشن، ولما تنزل لتحت انت بتلعب في قيمه البرايتنس. يعني لو زي ما انتم شايفين، لو انت هنا في الكورنر تقدر تختار، فاهمني، تقدر تختار هيو اند ساتوريشن. ناحيه اليمين يبقى انت كده بتقلل الساتوريشن، كل ما بتمشي ناحيه كده بتقلل قيمه تشبع اللون، كل ما بتنزل لحد تحت كل ما بتلعب في قيمه البرايتنس. فمش محتاج تختار دول الا لو كنت محدد جدا. وطبعا للقيم الثلاثة اللي انت بتختارهم دول يقابلهم رقم هنا، عشان تبقى الرقم دوت لو عملت له edit copy يبقى انت ضامن ان انت تقدر تستخدم اللون دوت في كل مشروعك بعد كده. وطبعا قدام شوية هتعرف اقول لك اللي ممكن تستخدمه بالرقم دوت، ان انت تجيب الالوان المقابلة ليه، او الالوان انجلس، او الالوان المكملة ليه. فاحنا كده يبقى احنا كده شرحنا الهيو والبرايتنس والساتوريشن، دي مقدمة بسيطة بس تبقى فاهم موضوع الكالر بيكر. وطبعا لو جينا اي برنامج من برامج ادوبي، هتلاقي لو دخلت على بريفرنسز هتلاقي في كذا نوع من انواع الكالر بيكر، مش شرط هيو، في كذا نوع تاني يعني غير الشكل ده. في واحدة تانية بتيجي على شكل دايرة زي دايرة الألوان، وتختار منها البرايتنس والستريشن، بس دوت نسبيا بنتعامل معاه أكتر حاجة. جميل جميل. نخش على اللي بعديها دلوقتي، عايزين نتكلم عن كلر سايكل. ايه كلر سايكل؟ دايرة ألوان متفق عليها، أظن اللي عملها كان دافنشي، ومحدد فيها الألوان الأساسية اللي نبتدي نشتغل بيها. فمنضيعش وقت نشوف كده. عندنا دي دايرة الألوان متقسمة ل 12 لون. الالوان ديت بتقسم حاجه اسمها برايمري كالرز، طبعا اللي هم معروفين الريد والجرين والبلو، اللي هنا اللي هو 1 و5 و9، دول الالوان الاساسيه. وبتقدم سكندري كالر وثيردري كالر اللي هم الاشكال دي. تلاقي عندك برايمري، لو ادي البرايمري الثلاث الوان اللي احنا قلنا عليهم، بعدها يجي تصنيفاتهم التانيين او المقابلين ليهم. يعني لو خدت هنا وهنا وهنا دول المقابلين، واللي فاضلين كلهم هم تريتوري كالرز او الفئه اللي فاضله. برايمري كالرز الطبيعي ان احنا لما بنيجي بنعمل ديزاين
او البروسيس المتبعه في عمليه الديزاين، ان احنا بنعمل ايه؟ بنختار اول حاجه برايمري كلر اللي هو من الريد والجرين والبلو. يعني تيجي هنا مثلا تختار لك اي لون من الهيو، بضمن ان الهيو بتاعي يكون من ضمن الالوان المتعارف عليها الريد والجرين والبلو، فاخترت الريد. بعدها عايز اختار ايه هما بقى السكندري كلر اللي هما درجاته موجوده في كل الكلام ده، اللي هو بزود قيمه الجرين والبلو ده التيرتري كلر، وبعدها بزود القيم الفاضله من برايس من ساتوريشن وبرايتنس، هما دول التيرتري. يبقى انت بدايه بتختار لون اساسي وتضيف له ازرق واخضر وتضيف له تاني نفس الالوان دي بس بدرجات تشبع ودرجات إضاءة، وآخر حاجة بتحط اللمسة الأخيرة للون. فطبعا يعني الموضوع ما بيمشيش بكل الصعوبة دي كلها، يعني الموضوع أبسط من كده بكتير جدا. فدي خلفية دائرة الألوان. طبعا دائرة الألوان دي معظم كل الناس اللي شغالة في مجال التصميم لازم تبقى عارفاها وتعرف إزاي تستخدمها وإزاي تعرف منها الألوان. فلو جينا عملنا زوم إن، دائرة الألوان سهلة جدا. بتمشي إزاي؟ بتمشي إن أنت عندك الألوان الأساسية، خلينا نختار بس حاجة سهلة، يعني الدائرة دي سوليد يعني توتالي ساتوريشن يعني مشبعة بالكامل، على عكس دي اللي بتدرس ازاي، يعني الناس اللي شغالة في كلية فنون جميلة وكده بيتعلموا ازاي يرسموها. من هنا النقطة دي ده البرايتنس أعلى حاجة أو الأبيض الكامل، وأنت طالع من هنا بتفضل تزيد مدى تشبع اللون وتقل البرايتنس بحيث هنا يبقى اللون كامل، اللون هنا أصفر كامل، هنا أحمر كامل، الكلام ده كله، هنا الازرق الكامل وهنا الجرين، في كل الالوان ديت. طول ما انت داخل طالع من الابيض اللي هنا دوت ناحيه اللون، فانت بتزود التشبع وتقلل البرايتنس. جميل جميل، كل الكلام ده جميل. بعد ما عرفنا كل ده، دي دايره الالوان استخدمتها، بس ما عرفناش ازاي نستخدمها. بس خلينا نكمل، عايزين نتكلم عن البيست سيلكشن، ودي هي النقطة الأهم. يعني يمكن كل اللي فات دوت ممكن تجريه أو ما يفرقش معاك في حاجة. بيست سيلكشن، وإيه هو البيست سيلكشن؟ بيست سيلكشن إن في أي مشروع دايما بندرس الحالة، يعني حالة المشروع إزاي. بمعنى إن مثلا معروف إن عندنا اللون الأحمر هو لون الدم، مثلا لون الأخضر ده لون الطبيعة وكل الكلام دوت. فدوت من هنا بيبقى عندنا فكرة أو تخيل عن الموضوع. يعني لو جيت أحب مثلا أعمل فيلم وثائقي عن الطبيعة، أكيد معظم الألوان اللي هستخدمها فيه اللي هو اللون السماوي، اللون الأخضر، شوية أصفر، الألوان دي. ليه؟ لأن الألوان ديت أوريدي أصلا متخزنة في عقلنا الباطن، إن ديت بمجرد ما تشوف الألوان دي بترجع للمشهد الطبيعي الأساسي اللي احنا اتخلقنا فيه، اللي هو مشهد الطبيعة والخضرة والمية والكلام دوت. مثلا على عكس حاجات تانية، على عكس مثلا لما نيجي نتكلم على الحروب، دايما بيظهر لك اللون الأسود واللون اللون الأحمر. دي ألوان اللي هي ريليتد بالموضوع، المرتبطة بالموضوع دوت. فمن هنا احنا لازم نختار أحسن ألوان تعبر عن الموضوع، ونبتدي من الألوان دي أو من اللون دوت نصنف الألوان المقابلة ليه والمتكاملة معاه، بحيث انه يكون المشروع كله على بعضه حاجه بنسميها هارمونيك. يعني درجات الالوان الموجوده في على طول المشروع كلها تحسسك ان المشروع مرتبط. ودوت فاكرين لما جينا بنتكلم عن اول محاضره خالص، قلنا دايما لازم يبقى في ريبيتيشن او تعدديه، والتعدديه ديت بتيجي من الالوان دي، ان انت ما يحصلش ان عينك ما تلاحظش فرق اختلاف اللون. بمعنى مش فرق اختلاف اللون ان درجه واحده من اللون بس، تفضل نفس درجة الراحة، لأن زي ما احنا عارفين إن أي لون ليه تردد. دي شوية فيزيكس، شوية فيزياء. فطبعا ترددات اللون دي لما بتختار ألوان معينة هارمونيك مع بعض ما بيحصلش تغير في التردد. فلو جينا نتكلم دلوقتي، هديكوا شوية مثلا شوية اكزامبلز من الألوان وإيه الانطباعات والإيموشن اللي بتأثروا علينا، بحيث إن أنت تبقى فاهم لما تيجي تختار لون إيه الانطباع اللي هيولده. فلو جينا هنا اخترنا دول، هنلاقي دول دي عدد من الالوان متقسمه. يجي لك من هنا اول واحد على الشمال اللي هو اللون ده، وبعديها تاني انطباع هنا وتالت انطباع هنا، هكذا. فمثلا ناخد الحاجه دي سهله جدا، بيقول لك اول حاجه كلين اللي هو اللون الازرق ده كلين، كولد بروده، انتليجنت اللي هو اللي يسموها انتليجنت، يعني ذكاء، والبن.
التلات الوان دول هما اللي بيعبروا على حاجه، فانت ممكن تستخدم التلاته دول عشان يدوك انطباع اللي موجود تحت. مثلا elegant اللي هو مش عارف ايه، elegant complex بتاع عقده باين، وسموث النعومه. فدوت مثلا ممكن استخدم دول في مستحضر التجميل، يعني التلاتة دول، التلات ألوان دول ممكن استخدمهم في مستحضرات التجميل، ممكن استخدمهم في لو انا بعمل اعلان لسبا كده. wild passionate and explosive ده طبعا لما تيجي تعمل اعلان مثلا عن حاجة فيها وايد شراسة وكده، ممكن نستخدمه في نادي كاراتيه بتاع. فمن هنا دوت بيبتدي الموضوع نختار البيزك كلر. وهنا المقصود بالثلاثة دول ان مش الثلاثة دول هم اللي استخدمهم في الديزاين، ان يعني الثلاثة دول مش هتلاحظ فرق في الديزاين، يعني انت تعمل لون دوت وتكتب تكست ده مش هيبان عليه، بينما انا عايزك تختار لون اساسي اللي هو البيزك كلر اللي هنستنبط منه بقية الواننا. هوريك ازاي تعمل الكلام ده. طبعا سيمبل، نيو، بلايفول. بلايفول الشمس والجو والصيف والكلام دوت. طبعا اختار واحد من الالوان دي. ودايما يعني كان في واحد دايما بيتكلم بيقول لك لاحظ كلر مود بتاع الالوان، يعني لما مثلا ربنا كده ان شاء الله يفرج كرب مصر ان شاء الله، لاحظ الاعلانات دلوقتي اللي موجوده في التلفزيون على القنوات وغيره، هتلاحظ ان دايما بتميل للكاتيجوري ده، اللون الاحمر نظرا لوجود ان في ثوره ودم وكده، اللهم اعف عنا يا رب. فمن هنا بنسحب اللون الاساسي. في طبعا مجموعه تانية دول هيبقوا موجودين معاك في الباوربوينت اللي هرفعها مع المحاضره دي، تقدر تختار منهم الكالر بيكر. يعني لو دوست بس في الفوتوشوب هتدوس اي هيطلع لك كالر بيكر، هتختار واحد من هنا اهو. اللون ده لو جينا نلاحظه هنلاقي الهيو بتاعه 355، الساتوريشن بتاعه 80%، والبرايتنس 96. طبعا اقدر ازود الساتوريشن يبقى اكتر، فاهمني؟ فمن هنا من الكالر بيكر تقدر تختار. وممكن يكون هنا دوت ناتج عن غلط، يعني مثلا انت هنا ممكن تدوس تختار اللاير دي وتلعب فيها، تختار جي اللي هو الجردل ده وتملاه، فده لون مثلا تستخدمه وتستنبط منه بقية الألوان. هوريك ازاي. دي مجموعة تانية من الألوان، sun، dewy، place، امتنان ومتعة وشمس، serious، quiet، restless، manual، awakeness، power، action. كل دي من هنا دول نقدر نختار مجموعة من اللون أساسي ونبتدي عليه نطلع الألوان الباقية. طيب جميل، احنا كانت مشكلتنا كلها احنا كده حلينا مشكلة واحدة وهي اللون الأساسي بالمجموعتين دول، حلينا اللون، مشكلة اللون الأساسي. طيب وبعدين وبقية الألوان؟ أنا مش هقدر أعمل ديزاين كله مبني على لون واحد، يعني أنا اخترت المجموعة دي، هل شرط أستخدم المجموعة دي؟ لا مش شرط تستخدم المجموعة دي، أنت هتاخد منها لون واحد، وهنشرح دلوقتي ازاي تبتدي تستنبط منه الالوان. بس قبليها محتاجين نفهم بس دايرة الالوان اكتر، عشان هي اللي هتقول لنا الالوان ايه اللي تنفع نستخدمها في الديزاين دوت. اوكي، هنا رجعنا تاني بتفنيط اكبر لدايرة الالوان. لو انت فاكر دايرة الالوان بتاعتنا اللي هي كانت هنا دي، دايرة الالوان ديت ليها مبدأ، بمعنى تقسيمة الالوان اللي فيها، يعني دي اكتر تقسيمة الالوان اللي فيها دي بتقسم لكذا كذا تقسيمة. يعني ايه هم الكذا تقسيمة دول؟ بتقسم لمونوكروميك، مونوكروماتيك، وانجلوس، و كومبلمنتري، وسبليت كومبلمنتري. بمعنى ايه معنى الكلام دوت؟ لكل نوع من انواع الـ لكل انواع لكل نوع من انواع الـ الـ الالوان ديت على دايرة الالوان ميزة. بمعنى ان انت لو عندك دايرة الالوان هنا مثلا متقسمه بالشكل ده، بيقول لك ان انت لو عايز تعمل انجلوس كلر زي ما احنا شايفين هنا كده اللي هو الانجلوس، هتاخد لون من هنا وتاخد اللونين اللي جنبيه دول الانجلوس. بمعنى ان انت لو مختار درجه من هنا ليك الحريه تختار لك اي خط من الخطين دول، تختار منهم لون يوازي اللونين دول. تمام، يجي عندك مونوكروماتيك، ومونوكروماتيك اللي انت تختار لون هنا درجته هنا، وتختار على طول الخط نفس الخط بتاع اللون دوت اي درجة تانية. جميل، بمعنى
عادة بنختار المونوكروماتيك لما عايزين نزود الهارمونيك قوي في السيمبل، بس ما نقدرش نعتمد عليها على طول الخط، يعني نظرا لان الالوان كلها اختلافاتها كلها طفيفة مش كتيرة. بس مثلا زي ما انت شايف هنا، هو اختار اللون ده يعمل بيه الخلفية، واختار اللون دوت ادى لنص الفيل ده، واختار هنا اللون دوت عمل بيه التكست. فالموضوع مفهوش كونتراست عالية قوي، بس فيه هارمونيك، يعني حاسسك ان صورة الطفل دي لايقة على المود ده. اوكي، يجي عندك هنا الانجلوس علالي الكونتراست، وطبعا دوت مش عيب في المونوكروماتيك، اوقات كتير بنستخدم مونوكروماتيك. والانجلوس اللي هو ان هو خد الخطين المجاورين للخط اللي انت بتختار فيه اللون، بمعنى ان انت لو عندك دايرة الوان هنا وانت اخترت اللون ده خلاص اللي هو مثلا سان وجوي والكلام ده، زي ما كنا بنقول الالوان الانجلس لي اللي هو هتختار لونين من هنا، ومش شرط تختار نفس الكارفيتشر، يعني مش خدت اللون ده يبقى تاخد ده وده، لا لا، انت ممكن تاخد ده وتاخد عليه ده فاتح مثلا هتعمله خلفية، وده هتعمل بيه تكست، وده هتعمل بيه فريم للصورة. المهم ان انت بتلعب في الثلاث خطوط دول، ده منهم اللي اخترت اللون الاساسي، وده منهم اللونين. بينما نفس الكيرفيتشر ده اللي هو نفس درجة الساتوريشن، نفس درجة التشبع، لو انت عايز التلات الوان يكون ليهم نفس درجة التشبع فهم بيبقوا على نفس الكيرف ده. تمام، ده بالنسبة للانجلس. طبعا في الاجمد من كده اللي هو الكومبلمنتري. الكومبلمنتري اللي هي الالوان المكملة، يعني اللي بتقابل اللون في دايرة الالوان، يعني اللون دوت مقابله على طول دايركت الكومبلمنتري. يعني لو جيت هنا اللون دوت بيقابلوا اللون ده، اللون ده بيقابلوا اللون دوت. يعني خلينا ناخد برش بس كده بسرعة ونعمل أي حاجة، مثلا اللون ده بيقابلوا اللون ده، صغر الفونت شوية، اللون دوت على طول خطه على طول بيقابلوا اللون ده، اللون كومبلمنتري لده، وهكذا دوت اللون كومبلمنتري لده، ودوت اللون كومبلمنتري لده. تمام، نفس الحكاية في أي لون تاني ممكن نختاره. مثلا لو عايز دوت بيقابله هنا على طول خط على طول ده. طيب جميل، امتى بستخدم الكومبلمنتري كلر؟ الكومبلمنتري كلر لو انا مختار مثلا لون زي اللون دوت، هتلاحظ ان اللون دوت اللي احنا قلنا عليه صن بيقابله دايما البحر الغامق، فدوت بيديني نوع من انواع الكونتراست العالية. يعني هنا الخط دوت لما تيجي تحط الخطين دول على بعض يديك نوع من الكونتراست العالية، تحس ان الديزاين كده فرحان جدا. يعني هنا يمكن اللون ده شوية رخم، بس لو كان عمله اصفر وخد الكومبلمنتري كالر هنا كان بقى اظن اجمد بكتير. فدوت عادة هو الكومبلمنتري كالرز بستخدمه اكتر. وفي حاجة عايز طبعا اقولها للناس، مش شرط ان انت ترتبط بمجموعة الالوان دول، يعني مش شرط تاخد لك لون من دول ولون من دول. امال عادة احنا بنعمل ايه؟ يعني دي مجموعة الوان قلنا عليها، ودي مجموعة الوان قلنا عليها، مش شرط ان دول هم اللي تعيش بيهم حياتك. لا، هو حقيقي الديزاين المفروض في عملية بروسيس الديزاين، الناس اللي بتعمل لوجو وبتعمل الكروت وبتاع بيعمل ايه؟ بيدور على لون معين في صورة. يعني لو اللوجو بروفايدد معاه او مدين معاه صورة، الموضوع سيمبل جدا، بحاول اخد لون من الوان الصورة، وده يبقى اللون الاساسي اللي ابتدي منه واخد اختار اذا كنت انا هستخدم كومبلمنتري سبليت كومبلمنتري او مونوكروماتيك او انجلس. وعلى طبيعة البرودكت اللي انا عايز اطلعه انا عندي خلفية، يعني انا عندي عارف ان مثلا زي ما كنا شايفين في دايرة الالوان ان مثلا لون الاصفر، معلش انا بتنطط كتير بس عشان الناس تبقى فاهمة، اللون الاصفر دوت انا عارف ان لو قابلته كومبلمنتري هيطلع لي لون تاني يعني يعبر عن نفس الموضوع. يعني لو ده شمس الطبيعي ان درجات اللون هنا دي بتعبر عن المية والسماء، فانا اشوف ان الكومبلمنتري احسن. طيب لو عايز شمس وخضرة يبقى انا هنا هضطر اروح ناحية من ناحية الانجلس يمين وشمال. جميل، لو انا عايز مثلا اروح ايه تاني سبليت كومبلمنتري، هاخد يعني دوت ده هنا الكومبلمنتري، الاتنين اللي جنبه دول السبليت كومبلمنتري. عايز اكسر حاجز الكونتراست العالية فاروح سبليت كومبلمنتري. فدوت بالنسبة لموضوع اختيار الالوان
وكده. بس انا دايما بفضل ان انت لو عندك مشروع ابتدي بصورة او انت بادي بصورة، تختار الالوان من الصورة، حاول تختار لك لون من الصورة هنا مثلا زي اللون دوت، وتبني عليه الموضوع كله، وتلاحظ ان هو مختار اللون ده هنا. الناس لو تشوف اللون ده هو اللون ده، معرفش الناس لاحظتها ولا لا. وهتلاحظ حاجة تانية، هتلاحظ ان اللون ده هو اللون ده، هو ابتدى الديزاين خد الشريط دوت عمله اللون ده. ليه؟ عشان يحسسك ان دايما ان فيه هرمونيك في الديزاين، متحسش ان الشكل ده غريب عن التصميم. واختار كومبلمنت للكارة، لان الكومبلمنت للكارة هو اللي دايما بيقابلوا فيها الالوان اللي موجودة في بقية التصميم، لان طبيعي ان الناس اللي صممت الهات دي مشيت برضو بالكالر ثيري، يعني هي مشيت برضو بالكالر ثيري. يعني لو لاحظنا اللون دوت هيبقى هيقع في درجة من الدرجات دي، ودول هيقعوا في بقية الهات دي او القبعة دي هتكمل الدرجة دي. جميل دوت بالنسبة للالوان لو انت عايز تختار من الكروماتيك انجلز بتاعك. اللي يهمنا في الموضوع ده، انا ازاي عادة في اي بروجكت، نفتح نيو بروجكت كده مثلا، نعمله اي حاجة، يعمله ويب 800 في 600. انا عادة بعمل ايه قبل ما اروح اي بروجكت، يعني قبل ما ابتدي اشتغل في اي بروجكت؟ طبعا العميل بيقول لي انا عندي 1 2 3 4، عندي مشروع مثلا هيتكلم عن الموبايلات، والموبايل فيه اوبشن، وبعد الم داتا وبلم صور عن الموبايل، بلم فمحتاج اعمل حاجه بنسميها كلر سيمبل. ايه هو الكلر سيمبل؟ اللي هي مجموعه الوان من 6 او 5 الوان هبتدي اشتغل بيهم على طول الديزاين بتاعي، بحيث ان انا ما اطلعش براهم. طبعا انت ليك حقيقة ان انت تختار، مش شرط لون او 2 او 3، يعني مش شرط 5، ممكن 6، بس يفضل ان هم 6، اكتر من 6 هيبقى الموضوع ديستراكتد قوي. فبعمل ايه؟ بخش على برنامج زي برنامج الفوتوشوب او برنامج الاليستريتور، بعمل نيو فايل جديد، بعمل فايل نيو زي ما هنا شايفين، هو مش كورس فوتوشوب بس يعني كويس. نقفل كده نشوف من الاول، بعمل فايل نيو، عملت الويب هنا، اختار اي حجم، وهختار هنا كده مثلا الرينج ده، الحته دي مثلا، واعمل لها كروب، انتر باك سبيس كروب، خدت المساحه دي كلها. تمام، المساحه دي كلها هبتدي منها اقسمها مربعات تبعا لايه؟ للالوان. هنا دي 800 في 600، لو انت كنت شايف ايمج ام اس سايز هنا كانت 800 العرض، 134 بعد ما قسمناها، فهنا 800. فانا لو ضمنت ان انا هعمل هنا، هختار سيلكشن تول وهفتح انفو، هروح ويندو انفو عشان ابقى شايف هنا، عايز اختار مربع هنا يكون عرضه 100، الاكس يكون 100 هنا، لو شفتوه هنا يبقى ده 100 واحدة. يبقى انا هعمل 8 مربعات. طبعا انا اقدر اقسمها اكتر من كده. خلاص هعمل نيو لير. خلاص جميل، وصلنا لحد ان انا اختار الواني بقى الكومبلمنتري او مجموعة الالوان المتكاملة مع بعضيها كومبلمنتري او ايا تكن ايه هي. تمام، هعمل ايه بقى هنا؟ هوريك هنا طريقة بقى قوية جدا ان انت تختار الالوان تبعا لدائرة الالوان، ومش انت اللي هتختارها، هي تطلع لك لوحدها. بداية هروح هنا في الفور جراوند في الفوتوشوب، وهدوس تمام، اختار في الهيو، خليني في الهيو، هختار اللون اللي انا عايزه ايا يكن ايه هو اللون. مثلا هنقول اللون ده لو مثلا بيعبر عن الشمس، مش عايزه قوي كده، عايزه فاتح سن. خلاص ودوس اوكي، انا كده هنا حفظته في حاجه اسمها الفور جراوند كلر. تمام، الناس تبتدي بقى، اتنين الناس تركز معايا في الموضوع ده، واخترت اللون هنا في الفور جراوند كلر. هروح بقى حاجه اضافت جديده موجوده في اول سي اس 5، حاجه بنسميها كولر. هروح ويندو اكستنشن كولر. ايه كولر ده؟ كولر ده برنامج بالظبط زي ما انت شايف كده، بيتقسم لمجموعه حاجات. اباوت ده بيتكلم ايه هو كولر، براوز دوت لو انت بتستخدم النت، وهقول لك ايه اللي بيحصل، وكرييت. كرييت ده بيقول لك سيلكت كولر رول، عايزه ايه، انجلوس مونوكروماتيك ترايد كومبلمنتري كومباوند شيدد، تختار منهم النوع اللي انت عايزه. هنا دي دايره الالوان، وهنا مجموعه الوان معينه وشويه زراير من تحت. بيقول لك عايز الكالر الاساسي يبقى في الفور جراوند اللي هو هنا، ولا عايز الكالر الاساسي يبقى الباك جراوند. انا هقول له عايز الفور جراوند، حطه هنا في الفور جراوند. قال لك البيس كالر اهو في الفور جراوند اهو. جميل، عايز تعمل ايه؟ قلت له انا عايز اختار كومبلمنتري كالر ليه.
راح اقلده لك كومبلمنتري كلر لي. يبقى الالوان المقابله لو تلاحظ الخط اهو، الالوان المقابله للون دوت هو اللون ده وده وده وده، دول اللي هو 1 2 3 4 5، 5 الوان دول اللي اقدر استخدمهم على مدار الديزاين كله بيديني، بحيث الموضوع يبقى كومباتبل. جميل. بعد ما خلصت من هنا كده هفتح الصوت بتاعتي بس. خلاص جميل. هيقول لي هنا اعمل ايه دوت، هيقول لك اعمل لي سيف للثيم. هسميها كومبلمنتري كلر، مش عارف سيفهم ولا لا، سي او ام سيف، هو كده سيفهم. وهقول له اد ذس كلر تو سواتشز. لاحظ هنا فاكرين اخر لون اهو، ادوسهم راح ضيفهم، ادي الخمس الوان بتوعي اللي انا اقدر. وطبعا دول اقدر اعمل لهم ابلت ثيم تو كولر. طبعا البيس كلر ده تقدر تتحكم في درجة، لو مش عاجبك اللون دوت مش هتعيد البروسيس تاني، لا تقدر تتحكم فيه من هنا ان انت تزود الجرين بلو، وهي اوريدي هتبقى انتر اكتف معاه، يعني هي يبتدي يبقى انتر اكتف زي ما انتوا شايفين. تمام تمام. وهعمل ايه؟ هقفل كولر خلاص. قبل ما انسى، ايه هنا البراوز؟ براوز دوت عباره عن ايه؟ ان الكولر دوت اصلا كان موقع انترنت اصلا قبل ما نشتري، قبل ادوبي من دخله في موقع في برامج الفوتوشوب والالستريتور والكلام دوت. هو حقيقي الكولر دوت مش موجود في الافتر افكت، نظرا لانه بيقتنع ان الافتر افكت برنامج معمول للانيميشن توتال، فانت بتبقى داخل مجهز حاجتك كلها من بره. براوز دوت، دخلت www.cooler.com، هيطلع لك مجموعه بقى من الحاجات دي كتيره، مجموعه من الالوانات دي كلها كتيره، وناس كاتبه تحت منها ان هو دول للشمس ودول للصن ودول للريلاكس وبتاع. تقدر تخش كولر وتعمل داونلود للثيمز دي، وتروح تعمل ايه؟ تفتح قائمه سواتشز من هنا، مش مفتوحه من عندك، هتروح على سواتشز تشغلها وتعمل هنا لود، تعمل هنا لود سواتشز. طبعا هنا في مجموعه تانية من الالوان لو انت عايز تستخدمهم، دي مجموعه البلتات كامله. تعمل لود سواتشز وهيبقى متسيف عندك هنا، تشوف انت مسيفها فين، بروسيت مثلا تشوف انت مسيفهم فين، بس هم عاده مكان ما سيفتهم هتلاقيهم، يعني هيبقى فايل لوحده كده، وتعمل له لود، هينزل هنا في سواتشز جديده لوحده فيها الالوان دي. تمام تمام. هعمل ايه؟ هعمل نيو لير واختار اللون ده، وديها اللون ده واعمل له بالجي او بالجردل ده فيل. خلاص. بعديها هعمل، هاخد اللير دي ادخلها ناحيه نيو لير عشان اعمل لها دوبليكيت كوبي. خلاص. واسحب دي وانا دايس الت لحد ما تلمس كده، واقول له عايز اللون ده، واعمل له برضو اعمل له بالجردل نفس اللون الجديد. وهكذا افضل ماشي، افضل ماشي هنا الموضوع دوت، شيفت لحد هنا كده، واخد اللون اللي بعده. خلاص خلاص. اختار كده، انا عندي مجموعه الوان نسبين كلها جاهزه. بعدها هسحب دوت هنا واعمل له كروب انتر، دوس هيقول لي عايز نكروب الايمج. ودي كده فايل دوت حاجه اعمل له، رايح اعمل له كده بقى عندي الالوان اللي كلها استخدمها في الديزاين، هعمل سيف از، واروح على الديسكتوب مثلا فرضا، واقول له دي سويتشز. سويتشز جميل جميل. سويتشز دي كلها كده افضل نعمل لهم فلاتن ايمج. خلاص. ممكن طبعا مش شرط تعملهم على اللير، كل واحده لير لوحديها، لا انت ممكن تعملهم كلهم بنفس الحركه دي، ان انت تعمل سيلكشن تون على فتره تمام، وتروح تملاه بلون، وبعديها وانت واقف بنفس السيلكشن تول دي هنا تيجي سحبه وتدوس شيفت عشان تضمن ترحله في اللي جنبه، وهكذا. طبعا ده موضوع للناس اللي بتستخدم فوتوشوب اكتر يعني. بس طبعا سويتشز دي لو انت حاسس ان البروسيس مملة، كل هتعمله هتروح اكستنشن كولر
ومن كولر هنا هتروح براوز، هيفتح لك هنا قائمة كبيرة جدا، أعلى حاجات ريتد، موست أكتر حاجة مشهورة. طبعا النت فاصل، نيوست أجدد حاجات ناس ضافتها، هتلاقي ناس من كل العالم بتضيف مجموعة ألوان. فأنا هنا مثلا هعمل سيف، هروح على الديسكتوب أسميها سواتشز، أعمل لها سيف خلاص. وتعالوا كده هعمل بوز وافتح لكم افتر افكت اوريك ايه اللي هيحصل في الموضوع. اعمل بوز. طيب هنا فتحنا افتر افكت، الخطوات المعتاده، عملت نيو كومبوزيشن، تعملها زي ما انت عايز. اعمل رايت كليك امبورت فايل، وراح الديسكتوب هلاقي السويتشز بتاعتي، ادوس اوبن ميرجد لاير. اوكي المحاضرة الجاية هنتكلم عن خواص ادخال الفايلات زي الفوتوشوب والالستريتور والافتر افكت، لان ليهم شوية اوبشن كده هيفرقوا معانا قوي. هسحب هنا احطهم هنا، دي السواتشز بتاعتي بقت موجودة. هعمل نيوز نيو سوليد، هوريك ازاي نستخدمه. نيو سوليد ديت هروح افكت جنريت رامب، لو مش عارفه اكتب هنا بس رامب هيطلع لك. اوكي وهسحب السواتشز دي فوق. بداية عايز ريدي الرام خلاص، واسحب المكان ده هنا. اول حاجة بس ازيح السويتشز دي بعيد عشان دلوقتي مش عايزها خلاص. وعايز ايه تاني؟ المكان بتاع دي يبقى تحت شوية كده. اوكي ومن السويتشز هختار لون، مثلا اختار لون ده بقى اللون اللي في الوسط خلاص، هعكسه مع الابيض واختار ده لون ابيض. اوكي نظرا ان دي خلفية يعني مش حاجة، طبعا مش شرط التزم قوي باللون ده، ممكن اقلله شوية ساتوريشن خلاص. واللون دوت اللون ده هاخد اللون ده واديله فتح وافتح وافتح واقلل الساتوريشن كده. اول حاجه انا عملتها عملت خلفيه. جميل. لو عايز اعمل تكست، ابتديت هنا عايز اعمل تكست، لاحظ فرضا ان انا هعمل اي تكست، هدوس تكست هنا هكتب فيه مثلا 24 مثلا، دي هتبقى المقدمه. نفس الموضوع هاخد الكالر بيكر واختار. شايفين الالوان ازاي متكامله مع بعضيها؟ هو ده احسن لون استخدم فيه التكست. تمام. طبعا اللون دوت مش هيمشي لانه مش واضح قوي. اللون ده 24 خلاص. اقدر اعمل تكست كمان، بس اسحب دي تحت شويه كده، خلي اطرافها بس فوق كده هنا خلاص، واقلل حجمها، اكتب سيرفيس service and maintenance، خدمة وصيانة 24 ساعة خدمة وصيانة. طبعا الفون دوت ما ينفعش لان ده هاند رايتنج. هفتح هنا ال show save frame من هنا، اللي فاكرين كنا منين كان من هنا، تايتل اكشن سيف فريم عشان اضمن ان الفريم بتاعي مش سنتر في النص. واختار اللون دوت واختار لون تاني. اه انا كده ضامن ان انا بلعب في مجموعة الوان موحدة او ثابتة، مش هتختلف. ممكن اخليها اللون ده، بس انا هختار اللون المقابل اللي هو ده. وبعدها تقفل السواتشز دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تستخدمها. طبعا لو غيرنا الفون ده خلينا مثلا امباكت. اوكي انكر بوينت سنتر، ورحت مصغره شوية. ده اللي بيحصل هنا، ان انت عندك كالر هرمونيك، ودي نسبيا اكتر حاجة بنستخدم بيها السواتشز. طبعا السواتشز دي في كل، هتلاقي كل تصميم عندي بحطها فوق دايما وبعمل لها هايد، او لو مش عايز تعمل لها هايد ما تبانش هتدوس رايت كليك وتعمل لها جايد لاير. ايه جايد لاير دي؟ جايد لاير دي هتبان عندك في الكومب هنا خلاص، بس لما تيجي تعمل نيو كومبوزيشن جديدة خلاص وتدخل فيها كومب واحد هتلاقي ان هي مش باينة. جايد لير يعني لير توضيحية، لير بتسوقك لحاجة، بنستخدمها بس عشان يعني
اكتر layer guided بنستخدمها مثلا ل نحدد فريم، نحدد حجم، نحدد حاجة، وبعد كده الكومب بره بتبقى من غير اللاير جايد. دي حاجة بستخدمها يعني. حاول تحط السويتشز دي في كل الكومبوزيشن بتاعتك. انا باخدها كنترول سي، واي كومب جديدة بعملها، اي كومب جديدة مثلا هنا بحطها كنترول في، واعمل نيو كومب جديدة ماشي، واسحب كومب اتنين هتلاقي مش موجودة فيها، وهكذا. دوت بالنسبة للكالرز. ادوس دونت سيف، نرجع نكمل كده. احنا مش عايزين ده. نكمل بقى الفونتس. هنتكلم عن الفونتس، ودي اصعب حاجة من اختيارات طبعا. بعد ما اخترت الالوان والحمد لله وصلنا لمرحلة اختيار الالوان كلها، وعملنا سواتشز وحددنا الالوان هنشتغل بيها، نشتغل على حاجة اسمها الفونتس. الفونتس دي معظم الناس مشكلتها اذا ما كنتش فاهم كونسبت الفونتس، او مش فاهم مبدأ الفونتس، هتلاقي الديزاين الخطوط كلها مش هارمونيك مع بعضها، او مش متكاملة. فبداية اول حاجة نعرف انواع الخطوط. انواع الخطوط عندنا بتقسم لواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست انواع خطوط. بيبتدي باول نوع اللي هو بنسميه السيرف، ونوع السيرف دوت اللي هو بيبقى ليه تاب او ليه حافة من هنا كده، ودوت عادة بنستخدمه في الجرايد، في العناوين، في اللترز، اللي بيدي انطباع الاليجنت كده. بس مشكلته ان اوقات كتيره بيبقى صعب في القرايه، فما ينفعش تستخدم تكست بطول السيرف يعني. مش مفضل، هو مش ما ينفعش، هو مش مفضل قوي. يجي تحت منه السان سيرف، وهو سان سيرف ده اللي هو الخط العادي، خط عادي تماما خالص. والفرق هما فيه ان بيكون اسمه ده من غير اي حواف. جيلك سلاب سيرف اللي هو سلاب سيرف ديت اللي هي التبات ديت، بس تخينة شوية، سلاب يعني تخينة شوية خلاص. فيجي لك هنا ودوت، هنا يجي لنا نوع هنا السلاب سيرف. يجي بعد كده عندنا نوع نسميه الديكوريتيف، والديكوريتيف ده اللي هو زي خطوط الديكور، ودي طبعا عادة اوعى تستخدمها في تكستات طويلة. هو يدوبك تكست لاين زي كلمة والت ديزني مثلا او غيره، اكتر من كده لأ خالص. اكتر من كده نرجع للانواع العادية، السيرف والسان سيرف. الديسبلاي دوت اللي هي الخطوط زي مثلا زي خط امباكت اللي احنا استخدمناه في الافتر افكت لما كنا شغالني، اللي هو خط بيبقى تخين وبولد وكده. ده عادة بنستخدم خطوط الديسبلاي ديت او خطوط العرض دي في الهيدلاين، اللي احنا نكتب بيها مثلا اول موضوع واحد مثلا كذا، بستخدم فيها خط اسم. سكريبت اللي هي الخطوط المكتوبه اليدويه مثلا، بنستخدمها عاده في افكتات زي مثلا احنا كنا زي ما عملنا في افكت ستروك، اللي هو الخط اللي بيبقى مكتوب بالايد، او مثلا عايز تدي انطباع ان عوده للمدارس، فعايز تكتب عوده للمدارس بستايل، فبنستخدم سكريبت. للاسف ان الخطوط ديت كلها بالانجليزي، بينما معظم العربي مبقاش فيه الوضوح دوت، او مفهوش التصنيفات دي، نظرا ان هو لسه جديد وكلام من دوت. فمعظم الديزاينات دي انا عاده بميل ان انا استخدم ديزاينات بالانجليزي عشان يديني الكابابيلتي الكبيره دي. جميل. من المحاضره الاولى فلو كنت فاكرين قلت لك ما نستخدمش اكتر من نوعين خط. بمعنى لو جينا هنا مثلا عملنا فونت جديد وخليتها مثلا خلفية اللون دوت تمام، هيجي عندنا نوعين خط. دي هنا كلها انواع الخطوط حقيقة. عشان تعرف ان هما سيرف ولا سان سيرف ولا الكلام دوت، انا بعمل حاجة تانية، بعمل حاجة احلى من كده. بروح على السي، بروح على الويندوز، بروح على الفونت. زي ما انتوا شايفين هيحمل بقى كم الخطوط اللي يعني متضافة عندك في الجهاز كله. بستخدم في برامج كتيرة هي اللي تقدر تقول لك. في برامج مشهورة جدا بيقول لك اذا كان الخط دوت سيرف ولا سان سيرف ولا نوعه ايه. بينما انا هنا عادة بحب استخدم الطريقة دي عشان اختار منها الفونت اللي انا عايزه. ان هنا بيديني كده اوفر فيو، او بسرعه كده بيديني شكل الفونتات اللي انا عايز استخدمها. ومن طبعا دوت سان ده سان سيرف معروفه، دوت ديسبلاي،
دوت ديكوريتيف، دوت نسبين سكريبت او سيمي سكريبت، دوت سيرف. انا عارف انواع الخطوط، فبيوفر عليا ان انا هنا اشوفهم على طول، وبمجرد احفظ اسم الخط دوت بروح على الفوتوشوب واكتب اسم الخط كتابة، اكتبه كتابة تمام. مثلا زي الخط دوت، بس طبعا انساش تغير اللون، خلي لون اسود مثلا. دوت خط محصور في الوسط لا هو سيرف ولا سان سيرف ولا حاجة، يعني عايزين نكتب حسام. هو نسبيا في شوية ديكوريشن لأن ملوش ملامح ثابتة، بس ممكن نقول عليه سيرف، لأن سيرف زي ما انتوا فاكرين هنا اهو كده، سيرف اللي هو ليه تبات والكلام من دوت. فمن هنا دوت كده بختار نوع الخطوط. فاحنا كنا بنتكلم، بيقول لك ما تختارش اكتر من نوعين خط، تختارش اكتر من نوع خط. وانواع الخطوط هنا جميل، مثلا امباكت ده زي نوع الديسبلاي، فالديزاين بتاعك ما يكونش يحتوي على اكتر من نوعين خط. وفي مجموعات كتيره، لو كتبت على النت مثلا فونت توجذر مثلا، ولا كومباتبل فونتس، ولا يوزنج مثلا تو فونتس، هيطلع لك اسماء الفونتات الكومباتبل مع بعض، يعني فونتات A و A اللي تستخدمهم مع بعض. ومثلا اكتر مثلا زي هيلفيتيكا، ده خط مشهور جدا في النت، جاراموند خط مشهور برضو في النت، عادة كل الويب ديزاينر بيستخدمه هيلفيتيكا وجاراموند. ان هيلفيتيكا اظن ان هو سان سيرف، وجاراموند ده سيرف، فهو دمج ما بين النوعين من الخط هنا اللي هو السيرف والسان سيرف. وعادة بيعدل في الخطوط ديت. لو انا عايز ممكن اختار خط واحد، نوع خط واحد بس، يكون طبعا برو، لازم يكون الخط ده برو. برو ديت اللي هي هتلاقيها مكتوبة مثلا جنبه هنا، زي مثلا ده خط برو. معنى كلمة خط برو بيجي له امتدادات تانية زي ما قلنا قبل كده، بيجي له ريجولار، بيجي له بلاك، بيجي له الترا بلاك، ومش عارف ايه مثلا. فمن ضمن اشهر الخطوط ديت اللي هو ميريد برو. شفنا هنا بيجي تحت منه مجموعة خطوط كبيرة جدا، يعني فيها اكستنشنز كتيرة. ودوت هنا اللي بنستخدمه، يعني عادة مثلا تكتب ميريد، احنا عايزينه ميريد، مش عارف ليه هو مش راضي. اوكي مش راضي يقبله ميريد، اهو هنا قبله ميريد. فمثلا بختار ميريد اهو، هنا ابتدى بقى يبان عندك الحقيقة. اختار ميريد بولد، ده كأنه ديسبلاي، كأنه خط ديسبلاي. بروح مثلا على التكست هنا وبختار اي تكست بعده، ما بيبقاش بولد طبعا خلاص، لان بولد ده اتحجز هنا خلاص. بختار مثلا واحد زي كونسيدنس وبكتب بيه مشروعي خلاص، ومع المحافظة طبعا ان انا هعمل له الاين ناحية الشمال، هعمل له اصغر الفونت عشان يديني كونتراست، اقلل المسافة ما بين الحروف تمام عشان يديني الشكل ده. وكده يبقى كأني كتبت ارتكل كامل. فدوت نسبيا معظم اللي يهمنا نعرفها عن الخطوط. بس قبل كده في حاجة عايزين نعرفها عن طبيعة الخطوط، اللي يفرق سان سيريف عن سيريف عن سلاب غير الشكل ده كله، في حاجة بنسميها الفونت هايت. وايه هو الفونت هايت؟ لو جينا هنا كده عملنا في الويندو، جبنا الكاركتر وسحبناها بعيد، هتلاقي عندك هنا السايز الخط، وسايز الخط ده بيعبر من اعلى نقطة في الخط لأقل نقطة في الخط، يعني المسافة من هنا لهنا دي بنسميها الفونت سايز. يعني 32 بكسل، يعني اعلى تب للخط دوت واقل تب للخط دوت، المسافه ما بينهم 32 بكسل. جميل. يجي عندك حاجه نسميها الاسندرز والديسندرز. الاسندرز دوت مبنيه على حاجه بنسميها الاكس هايت. ايه هو الاكس هايت؟ لو عايز تعرف الاكس هايت بتاع اي فونت كل محتاج ان انت تعمل حاجه بسيطه جدا. هتروح مثلا على النيو لاير بتاعتنا دي خلاص، هتعمل لها كده، هتعمل تكست وتكتب اكس، يبقى ده الاكس هايت بتاعي. كل ما تكبره اهو، كل ما الاكس هايت دي بتكبر. شايفين هنا ده الاسندرز وده الديسندرز.
يبقى هنا حروف الاف هيبقى اخرها هنا التب اللي فوق دي خلاص، وحرف الجي اخره هنا. يعني لو جينا نكتب جي وجينا نكتب اف، لاحظ كده لو جبنا هنا جايد لاينز سحبنا مثلا ادي الاكس اهي وسحبنا تاني جايد لاين هنا، ده الاكس هايت. يبقى المسافة دي هنا نسميها الاسندرز ودي سندرز، واقدر اتحكم في مسافات الاسندر والسندر عن طريق عن عايز قصدي اتحكم في مسافات الاكس هايت عن طريق هنا، دي موجودة بالظبط في الـ في الـ في الافتر افكت نفس الاشكال دي بالظبط. ان انا اقلل اعلم عليهم كلهم زي ما انتم شفتوا كده، اعلم عليهم كلهم اقدر اقلل الاكس هايت وكده. فمثلا جيت كتبت اكس هنا كبيرة واخترتها ورحت عاملها 100% يديني الشكل ده. جميل جميل. طبعا الناس اللي مثلا عايزة تكتب معادلات، عايزة تكتب معادلات اللي هو اكس سكوير وبتاع، لازم تضمن ان الاتنين ليهم نفس الاكس هايت والاسندر والديسندر عشان يطلع الحد. هو كل اللي عمله هنا رحل المسافة، رحل الاكس هايت مسافة فوق، ومن هنا بنعمل سكوير ومن هنا بنعمل مش عارف ايه اوبشن. دي من ضمن الحاجات المهمة. يمكن اختيار الخطوط ليه علم دراسة كامل، بس دايما ركز في شوية حاجات كده. لو جينا نتكلم بسرعة عشان ما نطولش، ان الصرف عادة ما بيستخدموش في الحاجات الكتابات الطويلة، بس ممكن استخدمه لو انا عايز اشد انتباه لحاجة. يعني مثلا عايز اكتب مثلا هاي ماي نيم از، كل ده هكتبه سان سيرف، واكتب حسام سيرف، يبقى انا كده عملت كونتراست برضو عن طريق استخدام الفونت. عايز اكتب ماي سي في هكتبه باستخدام الخط الديسبلاي. ديكوريتيف دوت عاده بنستخدمه في مش في جمل، كمان في مقاطع قصيره جدا، مثلا اسم شركه اسم حاجه. سكريبت دوت بيدينا نوع من انواع الحاجه بنسميها الاليجنت، يعني مثلا مستحضرات التجميل، اسماء الاشخاص، التوقيعات، الكلام دوت عاده بنستخدم فيه السكريبت. فلو جيت بسرعه كده عندنا شويه حاجات ده هنا، هنلاقي هنا اكتر الخطوط اللي نقدر نستخدمها مع بعض. فتلاحظ مثلا ان هو هنا استخدم هلفيتيكا وجراموند، استخدم الخط سان سيرف عشان يعمل بيه الاسم ده عشان يعمل بيه الهيدلاين، واستخدم السيرف كتب بيه تكست مش طويله. نلاحظ ان انا قلت لك ما تكتبش بيه تكست طويله، وطبعا نسبيا التكست دي مش طويله، بس هو عايز ياخد ايحاء ان هو اولد كتابه شوية. وهنا فانا استخدم هلفيتيكا وجرامون، استخدم فورتيجر بولد مع مينيون، دول اكتر حاجة بيستخدموها الويب ديزاينر. خط اسمه فورتيجر، وطبعا ده فيه منه بولد ولايت وتاليك، والمينيون ده خط تاني. طبعا لو ما عندكش خطوط دي، اتوقعت ان فوتوشوب كان فيه مجموعة من الخطوط ببلاش. استنى كده، الخطوط دي بتشتريها الفيتكا وكراموند وفورتيجر ومونيون. اظن انا عندي الاربع خطوط دول، هحاول ارفقهم مع اسمه ده مع البرزنتيشن، وهضيف للبرزنتيشن طبعا السلايد ده. في جارمون بولد وفورتشورا، فهو هنا عمل العكس، بس لاحظ حاجه معينه هنا، استخدم جارمون بولد اللي هو اللي كان مستخدمه هنا للتكست، فاكرين هنا عمل بقى بيه المره دي الهيدلاين. وطبعا شايفين في الهيدلاين شكله احلى بكتير من ان انت تستخدمه في الكتاب، لان هنا دوت بالنسبه للعين اسهل. وراح مستخدم فورتشورو، وفورتشورو دوت خط من انواع الخطوط اللايت. يعني ايه خط لايت؟ يعني الثيكنس بتاعه التخن بتاعه خفيف، مش يعني تلاحظ هنا دي غير دي هنا، غير مثلا دي هنا او غير دي هنا، خط خفيف وبيبقى سهل وبيدي سبيس عاليه ما بين الخطوط وبعضيها خلاص، وبيدي كيرنل واسع اللي هو المسافه ما بين الحرف والحرف، فبيديك راحه في القرايه. في ماريت بولد ومينيون برضو استخدمه، فهو بالتالي استخدم اربع خطوط او خمس خطوط، استخدم جارموند واستخدم هلفيتيكا واستخدم فورتشورا واستخدم مينيون وماريت. دي من ضمن التركيبات طبعا اللي انت بتستخدم فيهم الخطوط، بس عشان ما تلتزمش بدول بس،
طبعا تقدر تعمل كذا حاجة. دايما حاول تدور لفونت سان سيرف وتركب معاه فونت سيرف. التركيبة مين ومين، حاول دايما يبقى في واحد بولد وواحد لايت، او واحد بولد وواحد نورمال. عادة يعني المنيو نحاول ما تستخدمش الخطوط اللي فيها السكليفز دي، الاشكال دي، لان عادة ديت مع القراية كتيرة بتتعب العين، يعني مش مستحب اوي الاشكال دي. ده طبعا موقع كانت محاضرة، كانت اونلاين كده، كانوا بيقترحوا ايه هما الاجمد خطوط دي من على المنتدى، من على الجروب بتاعهم. فدوت طبعا هنا الناس اللي ما كانت شايفة في الفوتوشوب، هنا دي مجموعة الألوان اللي قلناها، ودي سيمتري. حاول أضيف الحاجات دي كلها. دوت مثلا ازاي استخدم هنا خط خفيف وهنا خط أتقل منه سنة، وراح واخد هنا خط تقيل، وكل دول لو تلاحظ ان هما سان سيرف، مفيش حد فيهم سيرف خلاص. وايه تاني؟ نفس الحكاية هنا، سان ده سيرف، خط سيرف كله سيرف مع اختلاف الالاين والكلام دوت. دي بعض الاكزامبلات يمكن كنا خدناها في المحاضرة قبل كده، المحاضرة الأولى. دايما استخدموا الخطوط، بتلاحظ انه مفيش اكتر من خطين هنا، يعني هنا مفيش اكتر من خطين، ادي خط وخط ده وامتداده. استخدم الخط التالت بس كخط توضيحي انه سبتايتل. هنا نفس الحكاية، خط واحد، ادي خط، نوع خط اهو ونوع خط التاني. فكل ده طبعا يعتمد على انواع العادة، المبدأ اللي بيقولك ما تستخدمش اكتر من خطين، ولا حاول تستخدم ديكوراتيف كتير، وحاول دايما تستخدم ديسبلاي دوت للعروض الخط. ديت كانت محاضرة بسرعة كده، حبيت اكمل بيها المحاضرة الاولى. يمكن الموضوع محتاج تجربة اكتر، يعني بجد عن خبرة. ممكن تتفرج كتير على محاضرات كتيرة بتتكلم من دوت، بس حاول دايما تفهم ان الصرف هو اللي ليه تب من تحت واشكال من دي. سلاب سيرف اللي هو السيرف بس اتخن شوية، سلاب مقشوطة. سان سيرف اللي هو الخط العادي. فدايما اكتب مواضيعك بالسان سيرف، اعمل الهيد تايتل بالديسبلاي او بالسيرف. ديكوريتيف حاول، لو في الافتر افكت معظم الوقت، اوقات كتير بنستخدم ديكوريتيف لان احنا بيبقى لقطة ولقطتين. والسكريبت لشوية الايحاءات. بكده يبقى خلصنا المحاضرة التانية، اتكلمنا فيها عن الالوان، واتكلمنا فيها عن الكولر، اتكلمنا ازاي ندخل الالوان على الافتر افكت، اتكلمنا بعدها شوية عن الخطوط. وطبعا عشان تكمل مجموعة الخطوط دي انت محتاج تروح ناحية المحاضرة الأولى. المحاضرة الأولى اتكلمنا فيها عن ازاي تعمل خط. معظم المحاضرة الأولى كان فيها خطوط كتيرة جدا، أكتر يمكن أكتر من دي. أنا هشوف المحاضرة الأولى. أتمنى تكون المحاضرة مفيدة. نسبيا كده بقى عندنا كل اللي يخلينا قادرين إن احنا نتجهز لنعمل بروجكت. معانا حاجات كتيرة جدا في الافتر افكت. ان شاء الله المرة الجاية كده نخش افتر افكت ونبتدي نجهز مشروعنا من الاول للاخر. كان معاكم الباشمهندس حسام الدين مصطفى، اتشرفت جدا بالوقت اللي قضيته معاكم، وخلي بالكم نفسيكم وربنا يعدي الايام دي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.